بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا مشاهدي قناة عين التعليمية للحديث عن الجزء الثالث عن حقوق وواجبات ومعايير معلمي ذوي صعوبات التعلم، من المعلوم جدا ان يجب على المعلم ان يتعرف ما هي الواجبات الموكوله اليه بحيث انه يطبقها ويتعاون مع مدير المدرسه لتحقيقها، ثم بعد ذلك يعرف ما له وما عليه داخل المدرسه وخارج المدرسه وتعامله مع من سواء داخل المدرسه او خارج المدرسه هذه لابد ان يتعرف عليها المعلم عند دخوله المدرسه بمعيه مدير المدرسه ومعرفه هذا الامر ايضا من الواجبات المهمه جدا لكي يكون العمل مرتب ومنظم ان يبدا الاسبوع بعمل لجنه مختصه بصعوبات التعلم ليتعرف مع هذه اللجنه عن الحقوق والواجبات وما هو دور معلم ذوي صعوبات التعلم داخل المدرسه. اول امر لا تختلف مسؤوليات وواجبات معلم ذوي صعوبات التعلم اختلاف جذري عن مسؤوليات وواجبات معلم التعليم العام المحدده في القواعد التنظيميه للتعليم العام. معلم صعوبات التعلم يقوم بنفس الدور الذي يقوم بزميله في التعليم العام في مجال تخصصه بالإضافة إلى عدد من المهام الخاصة يتم تحديدها في القواعد التنظيمية. معلم ذوي صعوبات التعلم هو مسؤول عن مجموعة من الطلاب هؤلاء الطلاب مسؤول عن تشخيصهم. اكتشافهم تدريسهم متابعة مستوياتهم مع معلمي التعليم العام وان احتاج الى خدمات مساندة داخل المدرسة او خارج مسألة او خارج المدرسة يكون هو المسؤول عن هذا عن هذه الخدمات للطلاب ويجب على المعلم أن يكون دائما شريك مع المرشد الطلابي في العمل مع طلاب ذوي صعوبات التعليم لأن المرشد الطلابي هو حلقة الوصل بين أسرة الطالب وبين المدرسة فكل ما أراد شيء يخص الاسره يتواصل مع المرشد الطلابي ولا يكون تواصل المعلم مباشره مع الاسره كما هو موجود في دور ومهام المرشد الطلابي تجاه برامج التربيه الخاصه هذا كله يكون لابد ان المعلم يعرفه ايضا معلم مسؤول عن جدول الطالب وتنظيمه داخل غرفه المصادر وان لا يتعارض مع مواد مهمه داخل الفصل العادي بحيث انه يستطيع ان يختار الطالب في الماده التي لديه صعوبة فيها في المادة المناسبة أن يخرج منها ولو نصف ساعة بحيث أنه يستفيد من غرفة المصادر وأن لا يأخذ الطالب في في حصة من الحصص إذا كانت هذه الحصة مرة واحدة فقط خلال الأسبوع يجب أن تكون في حصص متكررة بحيث أن يستطيع الطالب أن يعوض ما فاته في هذه الحصة ثم بعد ذلك من الأفضل المعلم ذوي صعوبات التعلم إذا كان هناك واجب في الفصل العادي أو نشاط أو مشاركة أو أي أمر لابد أنه يعرفه قبل أخذ الطالب من الفصل ممكن المعلم عامل اختبار كتحديد مستوى للطلاب فإذا أخذ الطالب في هذه الحصة فيذهب على الطالب هذا الاختبار فشراكة المعلم مع معلمي التعليم العام وأيضا مع المرشد الطلابي مع الإدارة المدرسية هذا يكون فيه علاقة وطيدة بحيث أنه يستطيع المعلم التعاون مع المنظومه ولا يكون منعزل بحاله فقط في غرفه المصادر، لازم ان يكون مشارك مع معلمي التعليم العام في هذا الامر. خلونا ناخذ من الممكن لمعلم ذوي صعوبات التعلم اتاحه فرصه في الالتحاق باي دوره داخليه او خارجيه تعلن عنها اداره التعليم. في مركز التدريب إذا كان في دورة داخل المدرسة من أي معلمي التعليم العام يحق له أن يحصل على هذه الدورة وأيضا أن يحصل على دورات التي تنظمها إدارة التعليم بالمنطقة بحيث أنه يزيد من أدائه وأيضا من تطوير عمله تجاه الطلاب وكذلك عن طريق أيضا التطوير المهني ثم يستطيع أو من الممكن المعلم الترشح للتولي المهام القيادية سواء وكيل مدرسة أو مدير مدرسة أو مشرف حتى وإن كان معلم ذوي صعوبات التعلم لا مانع أن يرشح نفسه لهذه القيادات إذا أراد ذلك يعني فرصة متاحة له مع الأخذ باشتراطات التقديم على هذه القيادات أيضا يتمتع المعلم معلم المكلف كليا الندب بالحقوق المذكورة أعلى بالإضافة إلى موردة في آلية تسديد العجز لشاغلية وشاغلات الوظائف التعليمية أثناء, أثناء العمل الدراسي معلمي الندب يكون لهم مميزات محددة فإذا كان هذا معلم ذوي صعوبات تعلم مندوب إلى مدرسة أخرى يحق له ما يحق المعلم التعليم العام من هذه المميزات سواء في الإجازة سواء في الاختبارات سواء في المراقبة، سواء العودة إلى مدرسته السابقة، هذه كلها من المميزات الموجودة والمذكورة في الأدلة، أيضاً المعلم له الحق أو من الممكن للمعلم ذو صعوبات التعلم الحصول على هذا، التمتع بالحوافز أياً كانت هذه الحوافز وفق الإجراءات المنظمة لذلك، كما هو معلم التعليم العام، الترشح للإيفاد للتدريس، أيضاً من الممكن المعلم أن يرشح نفسه للتدريس في الخارج وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك، إدارة التعليم في كل منطقه ترفع ان هناك ترشيح للايفاد خارج المملكه العربيه السعوديه للتدريس في اي دوله سواء عربيه او خليجيه او او دوليه، ممكن يستطيع المعلم ان يساهم او يشارك في هذا ايضا في هذا الايفاد لا مانع من ذلك، ايضا الترشح للايفاد للدراسه بالداخل للحصول على الماجستير والدكتوراه وفق الشروط والضوابط المنظمه لذلك، يعني هذا الامر ليس مقصور فقط على معلمي التعليم العام، ايضا معلمي التربيه الخاصه بشكل عام ومعلم ذوي صعوبات تعلم ممكن ايضا يشارك او انه يحصل على الإفاد الداخلي اذا اراد ان يكمل دراسته الماجستير او الدكتوراه، كذلك ايضا المعلم الحق في الاطلاع على تقرير اداء الوظيفي ومناقشته مع معد التقرير سواء مدير مدرسه او مرشد طلابي على متابعه هذه البنود ومعرفه ما هو النقص بحيث انه هو يستطيع انه يطور نفسه من خلال بعض النقص سواء في الاداء، سواء في الحضور، سواء في الانصراف، سواء في التعامل مع معلمي التعليم العام أيضا من الممكن معلم ذوي صعوبات التعلم التمتع أثناء خدمتها بعدد من الإجازات وهذه الإجازات أيضا موجودة لمعلمي التعليم العام أو موظفي الدولة كما هو موجود في الخدمة المدنية تمتع المعلم بما لا يقل عن 36 يوما إجازة سنوية وتعتبر العطلة الصيفية للمعلمين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية أيضا الإجازة الاضطرارية يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن تغيب براتب كامل لاسباب طارئه فتره آه فتره اقصاها خمسه ايام ايا كان سواء لو كان وفاه من الدرجه الاولى او وفاه من الدرجه الثانيه ايضا يكون له ايام محدده كما هو موجود في النظام، كذلك ايضا معلمي دروس التعلم ومعلمي التعليم العام بشكل عام هو الاجازه الاضطراريه يستطيع أن ايضا يتمتع فيها وياخذها في لكل سنه ميلاديه كما هو موجود، هذه هذه الامور من الممكن معلم ان يحصل عليها وليست هي موقوفه على معلمي التعليم العام أو القيادات المدرسية أو الهيئة الإدارية فقط معلم التربية الخاصة هو جزء من هذه المنظومة وأيضا ممكن أن يحصل على هذه المميزات وهذه الحوافز من خلال العمل بحيث أنه أيضا يكون مواكب لزملاء أيضا استثنائية تمنح إجازة استثنائية بدون راتب لمدة أقصاها ستة أشهر خلال ثلاث سنوات بدون راتب ويجوز تمديدها ستة أشهر موافقة وزارة الخدمة المدنية هذه كلها موجودة في نظام الخدمة المدنية وكذلك الإجازة المرضية سواء للموظف موجب تقارير طبية تثبت إصابته بمرض أو جرح يحوله يحول بينه وبين استمرار في مزاولة العمل وقسمت الإجازة إلى قسمين اول امر الاجازه المرضيه بسبب العمل، والاجازه المرضيه بغير سبب العمل، وهذه لها ايضا الية، وبغير سبب العمل ايضا لها الية، اجازة المرافقة سواء مع الزوجة او مع الاولاد، وتمنح هذه الاجازة للموظف من اجل مرافقته لاحد اقاربه المحددين باللائحة وفق الضوابط والشروط المنظمة او لذلك. هذه المميزات او ما ما يحتاجه المعلم ليست هي فقط مقصورة على التعليم العام، التربيه الخاصه، وان اتاه ما اتاه يقول له لا هذا ليس من حقك او هذا موجود وليس يعتبر حق مثل حق جميع موظفي الدوله، ولكن في التعليم والتعليم الخاص ايضا يحق له ان يحصل على هذه هذه المميزات ويتمتع فيها كما ذكرنا من الممكن لمعلم ذوي صعوبات التعلم الحصول على هذه الامر، ناتي الى الواجبات المهمه التي الاساس ان المعلم ذوي صعوبات التعلم يلتزم فيها الالتزام باحكام الاسلام والتقيد بالانظمه والتعليمات وقواعد السلوك والاداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنه من المعلوم لدى الجميع ان المعلم هو القدوه للطالب وهو الاب الثاني داخل المدرسه فلذا كل ما كان تعامله وأدبه وأخلاقه وتصرفاته ممتازه كل ما اقتدى به الطلاب اما اذا كان كلامه مخالف لافعاله ربما الطلاب ينفرون من هذا المعلم فلذا محبه الطالب لمعلم ذوي صعوبات التعلم يجعله يكون مميزا من حيث اداء ما يريده معلم ذوي صعوبات التعلم احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الامن والطمانينه وتنمي شخصيته وتشعره بقيمته وترعى وترعى مواهبه وتغرس في نفسه يحب المعرفه. معلم التعليم العام بشكل عام ودوي صعوبات التعلم بشكل خاص او التربيه بشكل خاص سبحان الله لديهم قبول من قبل معلمي من قبل الطلاب التعليم العام بصفه عامه وايضا بطلاب التربيه الخاصه بصفه خاصه، لماذا؟ لانهم ايضا يحنون على الطلاب يتعاملون معهم معاملة الأب يبحثون عن مصلحتهم يسعون إلى تطوير أنفسهم كمعلمين من أجل هذا الطالب التواصل مع الأسرة من أجل هذا الطالب فهذه فهذه المميزات يجب أن تكون في كل معلم بحيث أنه يستطيع أن يكون قدوة للطلاب أيضا أن يكون مساهم في ظهور هذه المواهب الموجودة لدى الطلاب في كثير من الطلاب ربما تندف المواهب بسبب لما يتلقى الدعم من معلمي المدرسة فأي معلم تربية خاصة يجد موهبة لا يقول والله هذا طالب تربية خاصة يكفي أنه يحصل على هذه المهارات لا إذا كان عنده موهبة لابد أني أنا أكون مساهم في ظهور هذه الموهبة بحيث أنها بإذن الله تكون عون له وكل ما زاد ثقة الطالب في نفسه كل ما زاد أداءه وزاد علمه فالثقة هي الأساس في العملية التعليمية أيضا عندنا مشاركة مع الفريق المتخصص في وضع خطة للقيام بالمسح الأولي لمن يتوقع أن لديهم صعوبات التعلم مع بداية كل عام هنا الفريق متعدد التخصصات يقوم به معلم التربية خاصة في داخل المدرسة إذا كان فيه معلمي متخصصين أو إذا كان المعلم فقط موجود معلم ذوي صعوبات التعلم في المدرسه يكون فريق عمل متعدد من مدير مدرسة وكيل المدرسه، المرشد الطلابي، معلم التعليم العام، ولي الامر وايضا هو كعضو ومقرر لهذه الاجتماعات وهذه اللجنه ويتحدث فيها عن كل ما يحتاجه طلاب ذوي صعوبات التعلم من مشاركات صفيه، مشاركات لا صفيه، من الاداء، من خروج طلاب، من دخول طلاب، من قائمه الانتظار، من قائمه الاستبعاد، من ارسال طلاب الى خدمات التربيه الخاصه تسجل في لجنه صعوبات التعلم اما اذا كان هذه الخدمات موجوده داخل المدرسه فهذا فريق متعدد التخصصات وكلهم يعملون من اجل الطلاب باذن الله سنتحدث عن هذه الواجبات في الجزء الرابع ختاما اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد ونلتقي على خير